النشرة الثامنة للأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. 14,000 إصابة جديدة تسجل سنويا لمرض السرطان، ومؤتمر طبي يؤكد أهمية الإحاطة النفسية والاجتماعية للمريض. في الأسبوع الثاني من موسم التخفيضات، التجار يؤكدون تحسن الإقبال والأسعار تظل محل تباين في الآراء. جمعية الكفاءات التونسية في سويسرا حرص على ترسيخ صورة تونس الجديدة في الخارج وعلى دعم المصاري التنموي فيها. بهدف البحث في سبل تطوير كيفية الإحاطة النفسية والاجتماعية بمرضى السرطان، افتتحت أشغال المؤتمر الوطني الأول للجمعية التونسية للإحاطة النفسية بمرضى السرطان. هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفال بيوم مرضى السرطان العالمي الموافق للرابع من فيفري من كل سنة. أهمية الإحاطة النفسية والاجتماعية بمرضى السرطان قبل وخلال كافة مراحل العلاج لضمان الشفاء، ذلك ما أكده الاختصاصيون في افتتاح أشغال المؤتمر الأول للجمعية التونسية للإحاطة النفسية لمرضى السرطان. هذا إضافة إلى دور التواصل الجيد بين المريض والعائلة والإطار الطبي والشبه الطبي لتخطي المرض. واخترنا المحور هذايا على التواصل في العلاج لمرض السرطان، خاطر هو حاجة مهمة التواصل، والتواصل يشمل التواصل مع المريض، الطبيب علاقته مع المريض، التواصل بين أفراد العائلة، التواصل بين الإطار الطبي. وقد ما يكون التواصل هذايا بطريقة باهية، قد ما المريض نعاونوه باش يتماشى مع المرض نتاعو، نعاونوه باش يفهم المرض نتاعو، العلاج نتاعو، وتكون علاقته خير مع الطبيب نتاعو. الإحاطة النفسية لازمها تكون موجودة من اللي نعلنوا للمريض أنه مريض بالسرطان، حتى كش معناتها نمشيو معاه خطوة خطوة في الفترات نتاع العلاج الكل. خاطر تعرف اللي مرض السرطان في برشا مراحل في العلاج، عندنا معناتها دي زوتي نجموا نعاونوه فيهم، يا بالعلاج النفسي وإلا بالدواء وإلا نشوفوا معناتها حتى على المستوى الاجتماعي نجموا يكونوا عندنا معناها ديزاكسيون. ويتم تسجيل 14,000 حالة جديدة سنويا بمرض السرطان، رقم وصفه وزير الصحة عماد الحمامي بالمرتفع، ما يستوجب اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والتشجيع على مثل هذه التظاهرات. اليوم المؤتمر الأول لجمعية الإحاطة النفسية بمرض السرطان، وزارة الصحة تحضر، تحب الرسالة تكون تشجيع مثل هذه الجمعيات، تشجيع مثل هذه الأعمال، لأن الإحاطة النفسية بالمصابين بمرض السرطان عندها فائدة قصوى في التعافي نتاع هؤلاء المرضى، لأنه الحمد لله كما أيضا نسبة قاعدة ترتفع نتاع المرض هذا، كذلك نسبة التعافي قاعدة تزيد. أشغال المؤتمر الوطني الأول للجمعية التونسية للإحاطة النفسية لمرضى السرطان تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السرطان الموافق للرابع من فيفري من كل سنة. استأنفت الشركة التونسية للإسمنت الأبيض بفريانة من ولاية القصرين نشاطها بعد توقف دام شهرا. استأنف النشاط جاء بعد توصل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإدارة المؤسسة إلى اتفاق على متابعة الوضع في الشركة، إضافة إلى تنقية مناخها الاجتماعية. الجمعة 2 فيفري رجعت المؤسسة هذه في فريانة في قصرين، رجعت تخدم، كانت مسكرة منذ تقريبا شهر سمحني، وصار اتفاق الحمد لله رجعت المؤسسة هذه. المهم زاد أنه السوق باش يتزود توا، خاطر عنده أهمية كبرى القطاع نتاع الأسمنت الأبيض على قطاعات أخرى كما نتاع الكرلاج وكل والحاجة الأخرى اللي ما احناش مستحقين نستوردوا. فالمؤسسة هذه هي تزود السوق المحلي وتصدر. على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن قرابة 40,000 عامل فقدوا شغلهم بعد أن أغلقت 300 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج أبوابها.
كما أكد أن إنقاذ هذا القطاع الحيوي مسؤولية مشتركة بين العامل وصاحب المؤسسة والدولة. وشدد الطبوب على أهمية هذا القطاع التي تعكسها بالخصوص نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام المقدرة بقرابة 3% وإسهامه في توفير عائدات هامة من العملة الصعبة. وبيّن أيضا أن قطاع النسيج مدعو إلى رفع رهن الإنتاج ورفع رهان الإنتاج والإنتاجية بما يتطلب من الدولة توفير الإطار التشريعي الملائم والمناخ المحفز على الاستثمار ومن العامل تكثيف الجهود ومن المؤسسة مزيد الانفتاح على محيطها وتطوير نسبة التأطير فيها. دخل موسم التخفيضات الشتوية أسبوعه الثاني. كاميرا الأخبار رصدت تأكيد بعض التجار تحسن الإقبال مقارنة بالأسبوع الأول في حين اختلفت آراء المواطنين حول الأسعار. موسم التخفيضات الشتوية الذي دخل أسبوعه الثاني تبينت بشأنه الآراء بين من اعتبر الأسعار مناسبة ومن رأى عكس ذلك. في محلات مناسبة وتليق بالمعناها بالقيمة الشرائية متاع المواطن، بينما في محلات أخرى ما نشوفوش فما صول. أسوان في المتناول وسافا معناها لي بري مش غاليين برشا. جي ريماركي لي بري معناتها غلاو شوية ولا بخيس كيف ما نقصوش أسو بوان. في يدي الانفلوب نتاع فلوس ليتود نتاع بناتي دخلت لقيت فرصة شريت. زيدوا ما طاحوش بالقدينا اللي قاعد نرى فيه الأسوام، فما برشا حاجات اللي الترسم نتاعهم معناها قبل وتويكا مش كلي ديفيرونس كبيرة. ان شاء الله يزيدوا يطيحوا لنا شويه اخر ويقدروا القدره الشرائيه نتاع التونسي اللي تويكا طاحت بالقدا. ما توا السول تقدموا فيه باهي رجع معناتها الطقس يواتي توا مثلا سلعه الشتاء يهبطوها بكري في السول قبل كانوا يخليوها لين يوفى الشتاء. فما السول الصغار فما الكبار لا. الكبار الاسوان باقي مش برشا. التجار اكدوا تحسن الاقبال مقارنه بالاسبوع الاول معتبرين ان الاسعار في المتناول. سومان لولاني الاقبال ماهوش هو. أما الجمعة اللي فاتت الحمد لله سافا بدات تتحرك، الأسوام مناسبة على الآخر برشا حاجات يعني أسوام باهية. والله الإقبال الجمعة هذه خير من الجمعة اللي فاتت، فيو العطلة، فيو معناتها العباد الجمعة اللي فاتت كانوا عندهم ديزيكزامان وكل شيء، الجمعة هذه الإقبال خير، فما أون بليس دوزيام دي مارك زادوا معناها ديزارتيكل تاعهم. الثانية خير من الأولى فهمتها. تجم تقول على طول معناتها اما السولد نتاع قبل معاش فهمت معاش الموفمون الكبيره واحد يمكن الشيء غلا يمكن العباد معاش عنده فلوس. موسم التخفيضات الشتويه الذي يتواصل حتى الثالث من شهر مارس القادم وان تبينت بشانه الاراء فانه يبقى فرصه للمواطن لاقتناء ما عجز عنه قبل موسم التخفيض وللتاجر لتدارك الركود الذي اثر على نشاطه التجاري. شرفت العطلة المدرسية على الانتهاء فاختلفت برامج العائلات التونسية بين مواصلة الترفيه على أطفالها أو اختيار التركيز على مراجعة الدروس قبل يوم من العودة للمدارس والمعاهد. أنا سعيد وفرحان سبت الدروس وسيتش نلعب. بروح الطفولة بابتسامتها وبراءتها يعبر عن فرحته بالعطلة وأجوائها. فبعد الامتحانات والنتائج حلت عطلة نهاية السداسي الأول وشارفت على النهاية. أما برنامجها فإن كان مختلفا من عائلة إلى أخرى فإنه جمع في معظمه بين المراجعة والفسحة. كذبت معاد الباقي قلت خلينا نفرج شوي. شفت البيبي دير قلت لك ارني جبت 14 بس المعدل ما عجبنيش رجعت دروس الكل في تريمستا ثاني نجيب خير. لعبت وقريت استمتعت بالعطله وجبت معدات باهيه وان شاء الله يبدا عنا سمستر جديد باهي. شوي نقرا وشوي نلعب. تفرهدت وقريت ورجعت. الاولياء من جهتهم يحاولون توفير اجواء خاصه لابنائهم خلال هذا الاسبوع خاصه اذا ما كانت النتائج جيده. برنامج في العطله فهمتني يخرجوا العشيه فهمتني يمشوا يكوروا شوي. فهمني وساعات نزهم بالفيدير. هما تعبوا جابوا معادلات باهيه قلنا خلينا نهزهم فرهدوهم. شويه فرهيد شويه قرايه مادام هي عطيتنا افونس باهيه وحاجه باهيه وتقرا على روحها احنا بطبيعتنا لازمنا كابو لازمنا نقفوا معاها. المرحله هي ما تعجبش خاطر جات بريود عطوهم عطله وبعد كي نعدوا الامتحانات المفروض الامتحان تجي قبل العطله. من سليان
معناها حتى كنشوف مثلا انك تفرهد نتاع نهير فهمت نتاع عام كامل وديجا معناها المره الاخرى ما جيت امتحانات بعد العطله ما خرجناش. راجعه هناني خدم دروسه بالقدا فرهدته. برامج تمزيج بين المراجعة والفسحة تحاول عبرها العائلات التونسية توفير مناخ جيد لأطفالها للعودة بنفس جديد وطموح أكبر للسداسي الثاني. في جابس انتظمت مسابقة لتقديم أفضل المشاريع العلمية في الدورة الثامنة للمعرض الوطني التكنولوجي الذي مكن من اكتشاف ابتكارات تلمذية متنوعة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. على امتداد 3 أيام انتظم بكلية العلوم بجابس المعرض العلمي والتكنولوجي الوطني الثامن الذي نظمته المندوبية الجهوية للتربية بالاشتراك مع مؤسسة الشباب للعلم وهذه الكلية. هي مسابقة للمشاريع العلمية، التلامذة كلهم يقدموا ابتكاراتهم في الميادين هذه سواء علمي أو تكنولوجي، مشاريع أثناء الخاصية متاعهم كلهم يمسوا التكنولوجيا الاتصال والمعلومات وكذلك الانترنت اوف ثينجز الانترنت ديز اوبجي، هي حاجه جديده وتلامذتنا في العمر هذا كلهم مواكبين التطورات التكنولوجيه. هذا المعرض تم فيه عرض العشرات من المشاريع العلميه لتلاميذ من المدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه من مختلف ولايات الجمهوريه. هو في لاكوتيغ دروبوني معناتها نبتوا النباتات في الماء ولا في البرليت الزوز يجو خاطر الماء خاطر فيه سوليسيون والبرليت هو يمتص الماء هو باش ينبت النباتات 4G في بارتي الكترونيك فيه تبعث لي مساجات قداش الحراره وقداش الرطوبه وكابتور بي هاش هو الحموضه ما بين 5 و8. التلاميذ الذين شاركوا في هذا المعرض قدموا بمشاريعهم حلولا للعديد من الإشكاليات والمسائل التكنولوجية بما عكس ذكائهم الفائق. حبيت نحكي اليوم على الدرون قاعدين نستعملوا فيهم برشا في تكنولوجيا جديده في الفلاحه في لي سيرفيونس تاع لي ستاسيون نيكليير برشا حاجات. ما ان فول على لانفيني باش الدرون يقعد يطير على لانفيني من غير ما يهبط في الارض باش يعاود يشارجا ولا ان بوزوان معناتها مهم برشا. دونك البروجي نتاعي ملتي كوبتر اوتونوموس فيولينغ سيستم هو سيستم تاع كومونيكاسيون بين دو كوادريكوبتر ايكيبي متا دون انتيليجونس ارتيفيسيال و بيسونس نتاع كالكول قويه برشا. احنا سنا فرحانين برشا بالمستوى العالي لمشاريعهم وشيء هذايا فخر لنا احنا كبير برشا والناشئين بالطبع في المعرض هذايا مش يمشيو للمعارض العالميه يمثلوا تونس في المعارض العالميه في امريكا وفي اوروبا وفي الصين. في هذا المعرض العلمي والتكنولوجي تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين يبلغ عددها الجملي 23 جائزة. في الحمامات اختتمت ورشة تدعيم النزاهة في المكتب الحدودي براس جدير التي نظمتها الديوانة التونسية بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. برنامج وصف بالطموح لمكافحة الفساد بداية من الديوانة كاستثمار مربح للاقتصاد التونسي. تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في القطاع العمومي ومواصلة لتنفيذ مشروع جزر النزاهة بقطاع الديوانة، اختتمت الإدارة العامة للديوانة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وبدعم من برنامج الأمم المتحدة والوكالة الفنية للتعاون الفني الكوري أشغال ورشة تقنية حول تدعيم النزاهة بالمكتب الحدودي براس جدير بياسمين الحمامات. هذا البرنامج الطموح اللي هو برنامج جزر النزاهة ركزنا في حلق الواد الشمالي من حلق الواد الشمالي جزيرة النزاهة وكانت نتائج طيبة والمساواه المواطنين. بدينا كما تعرفوا في دراسة المعبر راس جدير وانتقلنا تقريبا 3 مرات على عين المكان وبدات الدراسات المتعلقه بهذا المعبر. مكافحه الفساد في الديوانه واللي بدات بحلق الواد الان تبتدي في راس جدير كذلك هي استثمار مربح ومربح جدا للاقتصاد التونسي. الورشة استعرضت وناقشت تقرير التشخيص الذي تم إعداده حول مكتب راس جدير بناء على مخرجات ورشة العمل خلال شهر أكتوبر من السنة المنقضية، ليتم تبعا لذلك صياغة النسخة الأولية للمخطط التنفيذي لمشروع جزيرة النزاهة بمكتب راس جدير وسورتو توفير التجهيزات والعنصر البشري باش الخدمه معناها تكون خير وبور اسيوري لو ماكسيموم دو ترونسبارونس
بين إدارة الديوانة بيصير مصالح الديوانة في رأس الجزائر والليزوبيراتور إيكونوميك والمسافرين بطبيعة. نحاولوا نتفاداو النقائص ومش نحاولوا ندعموهم بالإمكانيات المتوفرة لدى الديوانة. ويذكر أنه قد تم الإعلان عن مكتب رأس جدير كمكتب نموذجي للنزاهة في 29 أكتوبر من السنة المنصرمة، وستسعى هذه الورشة إلى تثبيت جملة الإجراءات السريعة والتدخلات التي يتطلبها هذا المعبر ليكون نموذجا حقيقيا للنزاهة. الكفاءة التونسية في سويسرا الذين يحاولون الإسهام في مسار التنمية التونسي عبر جملة من المشاريع يشتكون استمرار البيروقراطية في الإدارة التونسية. مجموعة من التونسيين في سويسرا تحدثوا عن تجاربهم. بقلوب عامرة بحب تونس وحناجر صادحة بنشيدها الوطني، كلها فخر واعتزاز بتراثها العريق. عقدت في مدينة لوزان فعاليات جمعية الكفاءات التونسية في سويسرا. من أول المشاريع اللي قامت بها الجمعية هي في نوفمبر 2016 وقت تونس احتضنت الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، اللي جمعت أكثر من 100 دولة و1500 خبير في وقت كان صعب بالنسبة لتونس أن تكون فيها ثقة في الرجوع للاستثمار ولزيارة تونس بالنسبة للسياح. ديما باش نعطيو ليماج الباهية، نحاولوا باش نعرفوا شنو معنى احنا التقاليد نتاعنا حتى في الكادر نتاع صحاب ولا في الكادر نتاع الخدمة. سي سكي نو ديستانك بوتيتر دوتر اسوسياسيون هو كونو نخدموا على الدومين ايكونوميك، نخدموا على الدومين سانتي بيانيتر، نخدموا على التليكومينيكاسيون اي نوفيل تكنولوجي. كلها كفاءات من افاق معناتها متعدده، كسوا من الانفورماتيك ايكونومي توسا، وكلها الهدف نتاعها باش تعاون البلاد. وأبت المناضلة المخضرمة مجيد الجموسي التي حضرت كضيفة شرف إلا أن تعبر عما يختلج في أعماقها من سعادة بتواصل الأجيال المتعاقبة في خدمة تونس. أنا كنت فرحانة برشا اليوم كي لقيت جيل جديد كما كان الجيل متاعنا اللي كنا احنا نخدمه في تونس بقلب رب. وأنا اليوم فرحتي الثانية كيف حضرت اليوم في هالجمعية متاع سويسرا متاع التوانسة اللي هي تعاون في تونس. إلا أن الإخلاص لتونس والحماس القوي للمساعدة على النهوض بها لم يحل دون وضع الإصبع على السلبيات البيروقراطية والقانونية. بيروقراطية في تونس اللي خلتنا معناها عام ونص باش نجمنا ناخذوا معناها الموافقة متاع الدولة. سويت ليزيفينمون الاخرانيين اللي صاروا في ديسمبر ولي ميديا معناها البرا اللي قالوا ريفوليسيون وكل شيء، دونك تصحت باش تمشي للمغرب، ايزون ابوندوني فكره تونس. الموقع هذا يمكنني اني نكون في تواصل مع من ناحيه الكفاءات التونسيه الموجوده من خلال جمعياتها ومع سلطات القرار في سويسرا، وهذا يمكننا من نقولوا نحن تسهيل العلاقه ما بين تونس وسويسرا. حب الوطن في مغروس فيها، تحب تعاون بكل ما أوتيت من قوة ومن مهارات ومن تكوين لصالح تونس ولصالح المناطق المهمشة ولصالح، لأن تونس يعني تمر بفترة صعبة صحيح، أما بفضل النسيج الجمعياتي الموجود ومنهم جمعية الكفاءة التونسية أنا متيقن اللي مستقبل تونس باش يكون أفضل. رغبة قوية لدى أبناء الجالية التونسية في سويسرا لتقديم المساعدة التنموية لتونس، لكن هذه الجهود كثيرا ما تتعطل بسبب البيروقراطية الاقتصادية والاجتماعية. من مدينة لوزان السويسرية، التلفزة الوطنية التونسية عبد الوهاب القايد. نظمت حركة الشعب اليوم اجتماعا عاما في سيدي بوزيد بحضور عدد من أنصار الحزب. الاجتماع تناول عدة مواضيع أهمها المناخ العام في البلاد والانتخابات البلدية القادمة. خلال لقائه بعدد من أنصار حركة الشعب بسيدي بوزيد ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي البلدي، عبر الأمين العام للحركة زهير المغزاوي عن جملة من المخاوف من المناخ الانتخابي الذي يسود البلاد في الوقت الحالي. فما مخاوف حقيقية من حياد الإدارة، خاصة بعد القرارات اتخذت إدارة تونس بتعيين وزراء مشرفين على هذه الانتخابات مع عدم حياد بعض المعتمدين، خايفين من شركات سبر الآراء، خايفين من البل السياسي الفاسد. لذلك احنا طلبنا بوضوح الحكومة وهيئة الانتخابات وكل الذين يعني عندهم علاقة بهذه الانتخابات أنهم يكونوا يوفروا الشروط الضرورية واللازمة لكي تكون هذه الانتخابات شفافة ونزاهة. المغزاوي تطرق أيضا إلى عديد المسائل ذات الصلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي
معتبرا أن السنوات الأخيرة ازدادت فيها الأوضاع سوءا. كما تعتقد أن المستثمرين سيأتون لهذه المناطق الداخلية؟ نحن قلنا في أكثر من مناسبة في الظروف الموضوعية التي تمر بها البلاد اليوم لن يأتي المستثمر الأجنبي لهذه المناطق الداخلية، لأن المستثمر ليس جمعية خيرية، وبالتالي المطروح اليوم أن الدولة تنزل لهذه المناطق الخلية وتعيد وتستثمر. الاجتماع الشعبي للحركة شهد أيضا الإعلان عن انطلاق حملة ملكني أرضي. حملة تستهدف الحقيقة المطالبة بتسوية الوضعيات العقارية تسوية شاملة، العقارات الفلاحية التي تتصرف فيها أو يتصرف فيها ديوان إحياء الأراضي الدولية تبلغ آلاف وآلاف الهكتارات، قادرة على أن تكون الحقيقة آلية لتشغيل المعطلين على العمل في نطاق تعاونيات، كل تعاونية تتصرف في مقسم يراعي بطبيعة الحال الخصوصيات الزراعية المطلوبة. الاجتماع الشعبي لحركة الشعب بسيدي بوزيد يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعتزم الحركة تنظيمها مستقبلا في عدد من جهات البلاد. الأخبار الدولية نبدأها من إيطاليا، حيث أعلنت الشرطة أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا وسط البلاد، ما أسفر عن إصابة 6 مهاجرين أفارقة. الهجوم الذي بدا أنه ذو دافع عرقي، ذكرت مصادر إعلامية رسمية أن المشتبه به في تنفيذه إيطالي وهو أصيل ماتشيراتا. وقد وقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة فتاة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما في هذه المدينة، وتم اعتقال شاب نيجيري على إثر هذه الحادثة. في الشأن السوري، أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية اليوم أن عدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم منذ انطلاق عملية عفرين بلغ 897 عنصرا. وأوضحت الأركان التركية أن هذه العملية تستهدف فقط الملاجئ والمواقع العسكرية والعربات والمعدات التابعة للتنظيمات المسلحة. نشر الكونغرس الأمريكي مذكرة سرية تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإساءة استخدام سلطته في التحقيقات المتعلقة بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية. المذكرة المثيرة للجدل تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم أدلة لا أساس لها من الصحة للتجسس على أحد مساعدي ترامب. مذكرة وصفت بغير المسبوقة نشرتها لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي تندد بالطريقة التي توخها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في التحقيق حول تواطؤ روسي محتمل مع فريق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية. المذكرة المثيرة للجدل والتي تقع في 4 صفحات تشير إلى أن مكتب التحقيقات استخدم أدلة لا أساس لها للتجسس على عضو في فريق حملة ترامب الانتخابية خلال العام 16 و2000. كما تتهم في جزء منها وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بإساءة استخدام برنامج الرقابة في حملة الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك بعد دقائق من رفع الرئيس ترامب السرية عن هذه المذكرة التي أعدها الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات استنادا إلى معلومات سرية حول عملية تنصت قامت بها الشرطة الفيدرالية على أحد مساعدي ترامب. وكان أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي حذروا الرئيس دونالد ترامب مطالبين إياه بعدم استخدام هذه المذكرة كذريعة لإقالة مستشار خاص يحقق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومحاولة لعرقلة العدالة خلال التحقيق في هذا الخصوص. كما اعتبروا أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ السبعينات، غير أن البيت الأبيض رد على مثل هذه التحذيرات بالتأكيد أنه لن يجري أي تغييرات في وزارة العدل، كما أنه لن يقيل المستشار الخاص روبرت مولر الذي قاد التحقيقات حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات. وكان الرئيس دونالد ترامب قد وجه اتهامات إلى كبار مسؤولي FBI بتسييس التحقيقات التي قاموا بها وتحقيقات وزارة العدل لتدمير حزبه الجمهوري. في أخبار الرياضة، استهل المنتخب الوطني للتنس بمواجهته لنظيره الفنلندي منافسات كأس ديفيز بفوز لمالك الجزيري في مباراة تميزت بالحضور الجماهيري المحترم. لأن الطريق نحو المجموعة الأولى لمنطقة أوروبا وإفريقيا يتطلب تجاوز المنتخب الفنلندي، عول المنتخب الوطني للتنس على خبرة مالك الجزيري لضمان الانطلاقات الجيدة. الجزيري لم يخيب الآمال وتمكن من الفوز على أوري إليو فيارا بمجموعتين نظيفتين ليضع تونس في المقدمة. أما عزيز دوغاز
فبعد إيقاف لقائه أمام ريوسا فيوري بسبب الأمطار، فإنه فشل بعد استكمالها في استغلال الأسبقية المعنوية لينتهي اليوم الأول بالتعادل بين المنتخبين. المقابلة ما كانش سهلة، خاطر تاك تشوف اليوم فما ريح، الطقس ما كانش يعني سهل باش تلعب في اللعب كيف ما كان. اللعبة كان كورة اثنين، يعني ما فماش ريتم، يعني أنت لاعب هذا يخليك يعني ما تلقاش الريتم نتاعك في المقابلة هذيا. من البليز امبورتون ربحت المقابلة هذيا. مالك يعني تقلق شوية من النسق المتغير نتاع اللاعب يعني، لكن الحمد لله يعني عرف يمسك سيرفيس الارسال نتاعو وعرف يعني يفوز بالارسال نتاع المنافس في الوقت المناسب. الحضور الجماهيري في اليوم الاول من المنافسات مثل العلامة المضيئة في دلالة على تطور مكانة كرة المضرب في المشهد الرياضي التونسي. اليوم هاك تشوف إقبال جماهيري كبير، اليوم فرحانين برشا، لي غادان تعبي، ومالك كان ماتش رائع، كان كسب الدورة الأولى، باش إن شاء الله يا ربي نجمو نطمحوا ونطلعوا للجروب أ إن شاء الله. الحمد لله هذه حاجة تشرف، نشوفوا لي غادان سورتو صغار برشا صغار جاوا اليوم، وهذه حاجة تشرف. إن شاء الله التنس يزيدوا يحبوا أكثر العباد ويكونوا انتيريسي أكثر. مالك جزيرة ديما دابوه في ترزة الماتش ويت، وديجا اليوم جينا بالذم على خاطره، شجعوا مالك بصفة خاصة والمنتخب التونسي بصفة عامة. وستكون مواجهات يوم الغد حاسمة، إذ سيخوض مالك الجزيري وعزيز دوغاز مباراتيه مثانيتين، وسيمثل اسكندر منصوري وإنيس غربال تونس في مباراة الزوجي، وهي ثلاث مواجهات يحتاج خلالها المنتخب الوطني إلى فوزين لتحقيق التأهل. حقق النجم الرياضي الساحلي فوزه 12 في 12 جولة في البطولة الوطنية لكرة اليد أمام اتحاد منزل تميم ب 41 هدفا ل 24 ليواصل تصدر الترتيب. جولة تغلب خلالها الترجي الرياضي أيضا على نادي هيبون ب 37 هدفا ل 19. وفاز نادي الإفريقي على بعث بن خيار ب 23 هدفا ل 22. كما عادت مكارم المهدية بانتصار مهم من قاعة منافسها نصرة بولبا ب 25 هدفا ل 21، فيما حسم التعادل مواجهتي جمعية الحمامات ونادي سقيت الزيت ونادي كرة اليد بجمال وسبورتينغ المكنينة. وضمن الجولة الثانية من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية للكرة الطائرة انفرد نجم الساحلي بالصدارة إثر فوزه على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط دون مقابل، وبالنتيجة نفسها تغلب الترجي الرياضي على مضيفه النادي الصفاقسي. وفي أخبار الثقافة، مهرجان بانوراما الجسد يخرج في دورته الأولى من صفاقس ليحتفي بكل الفنون. هذا المهرجان الذي يجعل من الجسد أداة للتعبير ويخوض مغامرة طرح خلالها قضايا بطرق مختلفة. تحول هذه الشابة جسدها إلى مجموعة معان تقدم في رقصة مرتجلة. الجسد حمال معان، هنا يطوع الحركة والسكون في آن واحد ليجعل الركح متناغما مع اللوحة. الجسد هو رمز كبير مش الإنسان ينجم يعبر به، وهذه نحن قاعدين نعمله، معنى قاعدين معنى نوصله في المساج بطريقة مختلفة، خاطر ساعات الكلام ما يوصل، الكلام يوصل لك عكس المساج اللي انت تحب توصله. ما الجسد كي تعتمد انت حاجة فيك وحاجة معناها تمشي في دمك والاحساس نتاعك، دونك باش يوصل للانسان اي انسان، معناها حتى كان راجل ولا امراه. الجسد هو اهم وسيله اليوم للتواصل والتعبير، نقولوا احنا لغه عالميه، لانه في غياب النص الملفوظ ان صح التعبير يصبح الجسد قادر على انه يقدم عديد التعبيرات. مهرجان بانوراما الجسد يؤسس في دورته الاولى لفن يكسر تلك الحدود. لا فرق هنا بين مسرح او موسيقى او رقص، فقط الجسد هو الوسيله للتعبير. الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه معناتها حبيت نجسده أنا بالحركة بالموفمون بالكور، على خاطر توا في وقتنا يزينا من الكلام ويزينا من الحديث معناتها والنص وكل شيء، دونك حبيت نعبر بالكور. حبينا نعملوا كونسيبت جديد في صفاقس، معناها اللي هو يكون مهرجان الجسد، كل التعبيرات الجسدية معناها اللي مربوطة بالكوريغرافي بالفن التشكيلي بالمسرح معناها كانت موجودة في المهرجان هذا. حبينا كما نقولوا نخرجوا من الطابع الكلاسيكي ونلوجوا على حاجة ديسبري كونتمبورين في المهرجان هذا. مهرجان بانوراما الجسد فكرة بكر يؤثثها مجموعة من الشباب، وهي لون آخر من الفنون تعكس في جانب منها خفايا الذات عند هؤلاء، والجسد وحده قادر على الإظهار والبوح. في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين.
14,000 إصابة جديدة تسجل سنويا لمرض السرطان، ومؤتمر طبي يؤكد أهمية الإحاطة النفسية والاجتماعية للمريض. في الأسبوع الثاني من موسم التخفيضات، التجار يؤكدون تحسن الإقبال والأسعار تظل محل تباين في الآراء. جمعية الكفاءات التونسية في سويسرا حرص على ترسيخ صورة تونس الجديدة في الخارج وعلى دعم المصاري التنموي فيها. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.